حنبلش اولى مساحاتنا الصباحيه بمساحتنا الطبيه، وحنضوي اليوم على موضوع جدا مهم وهو امراض القلب الوعائي. شو هو هذا المرض؟ شو هو عوامل الخطوره؟ ومين الاشخاص اللي هن اكثر عرضه للاصابه فيه؟ بالاضافه حنحكي عن اهم الطرق الوقائيه كرمال ما نصل لهذا المرض، وايضا حنضوي عن الاعمار اللي ممكن تكون مهيئه للاصابه اكثر بهذا المرض. ضيفنا لليوم هو الدكتور وسام دلور، اخصائي في الامراض الداخليه والعنايه المشدده. يسعد صباحك حكيم. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نعرف من حضرتك ما هو مرض القلب الوعائي، وهل هو نفسه مرض القلب الشائع؟ أمراض القلب الوعائية هي عبارة عن مجموعة من الإصابات اللي بتصيب الشرايين الرئيسية اللي بتغذي عضلة القلب، اللي بتعطينا تغذية عضلة القلب. هذه الإصابات بتتشكل نتيجة تشكل لويحات بنسميها، أو تراكم الكوليسترول على بطانة الشرايين، ما يؤدي للتضيق بهذه الشرايين. بالوقت اللي بيؤدي هذا التضيق لنقص كمية الدم المغذي لعضلة القلب، على الوقت يحتاج القلب لكمية إضافية من الدم نتيجة جهد، نتيجة المشي، نتيجة طلع الدرج، راح يكون في عنا تقصير بهذا هاي الكمية اللازمة لإرواء عضلة القلب، وبالتالي راح تظهر عنا أعراض مرض القلب الوعائي اللي متعرف عليها هي الذبحة القلبية أو الألم الصدري اللي بنعرفه بموضوع نقص التروية القلبية أو الذبحة الصدرية. طيب حكيم، خلينا هيك نفصل اكثر بهذا الموضوع كرمال نضوي اكثر على كل جزئياته. خلينا نحكي اليوم وقت بنقول نحن وصلنا لمرحله خطيره، في عوامل وصلت المريض لهي المرحله. خلينا نحكي عن عوامل اليوم اللي ممكن تخلينا نقول صرنا بمرحله خطر. عوامل الخطوره لزياده الاصابه القلبيه الوعائيه رح نحكي عنها بالتفصيل، تنقسم لعوامل قابلة للتعديل وعوامل غير قابلة للتعديل. العوامل الغير قابلة للتعديل هي التقدم بالعمر، فينا نحكي نحن ما فينا نرجع بالعمر لورا. العوامل الوراثية، الإصابة العائلية، الأمراض المزمنة اللي موجودة عند المريض. بينما العوامل الخطورة اللي قابلة للتعديل نحن فصلناها قابلة وغير قابلة للتعديل، هي اللي الشخص ممكن يبلش يعدلها للوقاية ما يتطور عنده المشاكل. هاي العوامل تتضمن العامل الأساسي والرئيسي هو التدخين، في عنا العوامل إصابات الداء السكري، ارتفاع الضغط الشرياني، العوامل البدانة، النمط الغذائي اللي عايشينه، النمط الصحي أو قلة الحركة اللي ممكن نعيشها. هاي عوامل أساسية ومهمة كتير بتطور المرض، ولكن هاي العوامل نحن قابلين للتعديل. إيقاف التدخين هو سبب مهم، والتدخين مثل ما حكينا هو سبب رئيسي. فالتدخين خلال إيقاف التدخين مثبت بالدراسات أنه إيقاف التدخين لمدة 5 سنوات راح ينقص عنا خطر الإصابة الوعائية بنسبة 40% بالدراسات العالمية. ضبط الكوليسترول أو ضبط المشاكل الدهون والشحوم الثلاثية والكوليسترول كمان الضبط المهم. تقسم الكوليسترول، نحن في عنا نوعين من الكوليسترول، النافع والضار، LDL والHDL. ارتفاع الكوليسترول الضار LDL راح يزيد عندي خطورة الإصابة بالتصلب اللويحي، التصلب الشرايين عفوا، أو الخسرات اللي حكينا عنها اللي بتصيب الأوعية المغذية للقلب. فنحن ضبط LDL هو عامل أساسي، وكمان في الدراسات مثبت أنه ضبط LDL بأرقام معينة تحت الحد الطبيعي بيقي من الإصابة القلبية. رفع الHDL مثل ما حكينا، نمط الحياة، ممارسة الرياضة اليومية، نظام الحياة الصحي، تقليل كمية الشحوم والدهون المتناولة، كمية الصوديوم الملح اللي بنتناوله، نظام غذائي صحي. ضبط الضغط كمان عامل أساسي، نحن بالأرقام المعينة خلال مدة زمنية معينة اكتشاف الباكر لأمراض الضغط والسكري بحيث ما نأثر على بطانة الشرايين. طيب دكتور، لما عم نحكي نحن هيك لنبسط المعلومة أكثر، عم نحكي عن مرض القلب الوعائي، يعني هي اللي ممكن تصيب الأوعية الدموية اللي بتوصل المغذية لعضلة القلب. تمام 100%. خلينا نحكي شو هي أبرز الأعراض الشائعة بشكل مفصل، وفينا نميزها عن باقي الأعراض أو اللي بتكون أو بتترافق مع أمراض القلب. الأعراض القلبية طبعا نحن عم نحكي عن إصابة الشرايين التاجية بسموه، الشرايين هي اللي بتغذي عضلة القلب. الأعراض اللي بتصير عنا هي الألم الصدري هو العرض الأساسي. تختلف الأعراض طبعا بحسب الجنس بين الذكور والإناث، بحسب العمر،
عند الذكور الأشع هو الإصابة الحادة بالألم الصدري، بينما عند الإناث تكون الأعراض الأشع هي عدم ارتياح صدري أو حس ضيق تنفس أو حس إرهاق أو تعب دوخة أحيانا. الأعراض الرئيسية اللي بيراجع فيها المريض نتيجة الإصابة القلبية ألم صدري، عدم ارتياح بالصدر، بيقول لك حاسس صدري ما أنا مرتاح، الكلمة اللي بيقولوها عادة في طابع على صدري أو في بلاطة على صدري، في عندي النمل اللي بينتشر للإيد اليسار غالبا، للحنك، للفك، للرقبة، التعرق الغزير، عرق بارد بيسموه، بيقول لك عرق بارد، عرق وجعني صدري، صابني غثيان أو أقياء، تعرق بارد، هاي الأعراض دليل على الإصابة القلبية. عادة كمان تتقسم هاي الإصابة لخناق صدر، نحن نسميه خناق صدر مستقر وخناق صدر غير مستقر. خناق الصدر المستقر هو الإصابة بتكون المريض عنده إصابات تضيقات بالشرايين، بيجيني عجهد معين هالدم اللي ما يجي لعضلة القلب ما عاد كفاها لأنه في جهد إضافي، فهم بيصيبوا هاي الأعراض، ألم صدري، عدم ارتياح، مجرد انه ارتاح والمريض ريح من الجهد اللي هي خفت عدد ضربات القلب، ارتاح القلب شوي، راحت الاعراض. خلينا قبل ما نفوت بموضوع التريح وهدول القصص ونروح لموضوع الوقايه، خلينا نحكي عن العمر. اليوم نحن عم نحكي عن اي عمر، ان كان لا الشباب ولا الصبايا، او قد ايه اليوم الحاله النفسيه مهمه بهذا المرض؟ طب نحن نحكي عن الاعمار، نحن بالنهايه الاصابه القلبيه عند الذكور تكون عادة بالأعمار فوق 45، وعند الإناث نتيجة بتصير عندنا نتيجة الأستروجين اللي بتفرزه خلال فترة الطمس، فالإصابة عند النساء بالأعمار أعلى من الرجال عادة 55 سنة. هذا الحكي القاعدة، ولكن نحن مع هالظروف اللي عايشينها والإصابات والردود النفسية اللي عم يعيشها كل مواطن، فنحن عم نشوف بأعمار أصغر من هيك بكتير. في حالات كتير دكتور اليوم؟ في حالات عم تتسجل؟ طبعا في حالات، والمرض القلبي معناته اليوم الوضع والضغط والنفسية الضغط النفسي هو وضع هو عامل اساسي في ضبط بالخطوره القلبيه، والوضع النفسي لهيك نحن عم نشوف باعمار اصغر بكثير من ما كنا نتوقع. كانوا يقولوا شاب عمره 20 سنه والله ما بيصيبه شيء، بينما عم نسمع هلا اصابات قلبيه، والمشكله انه بالاصابات الشباب بتكون حاده، يعني عباره عن صم بسكر الشريان، بينما كل ما كبر بالعمر بيصير في عندي قلنا التضيقات، فبيصير ترويه جانبيه للقلب، بياخذ جزء من ترويته من صحيح. الفروع الجانبيه، بينما الاعراض الشباب ما تكون اصابه شديده وقاتله احيانا. طيب دكتور خلينا نحكي عن تشخيص المرض اكثر وبشكل مفصل. معروف عن الامراض القلبيه انه القسطره القلبيه هي اللي بتشخص المرض بشكل مفصل. بما يخص مرض القلب الوعائي، هل هو بحاجه قسطره ولا لا؟ بكفي من الاعراض اللي ذكرتها حضرتك؟ هلا طبعا كل مريض له حالته، بالنهايه القسطره هي الحل، القسطره هي تقسم لقسمين، تشخيصيه وعلاجيه، بينما نحن المريض بالنهايه وقت بده يحس بألم صدري ما هو دغري بيحمل حاله بيروح على مركز قسطره، تعالوا اعملوا لي قسطره بدي شخص، بده يراجع طبيب. في عندنا علامات اولى، في عندنا تخطيط القلب، في عندنا ايكو القلب لنشوف حركه الجدر، في عندنا اصابه مهمه، التخطيط القلب بيعطيني علامات لانسدادات بشرايين معينه حسب اتجاهات القلب، الاعراض حد نفسها هي 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 سبب انه نحن نحول مريضنا على القسطره او المريض نحن على العلاج الدوائي ونراقب. بالنهايه الاستشاره الطبيه ضروريه في هاي الامور، طبعا نحن بنعرف انه الامراض القلبيه هي السبب الاشع للوفيات بالعالم، فهذا الموضوع ما انه مزحه، والله انا وجعني صدري وطنشت، لا غالبا هو مريض الالم الصدري هو شيء مخيف للمريض، دائما بيراجع طبيب ما بيطنشوه بالعاده. بينما الواحد بيقول بجوز انا لاني متضايقه، لاني مدخنه كثير، لانه اليوم انا مر علي ضغط ظرف، ولكن دائما تكرار الحاله مفروض تكرار الحاله لازم. خلينا نروح هيك لعندك حكيم، اليوم مريضك يلي بيعاني من هذا المرض، في خطه علاج اليوم عم تتبعوها مع الاشخاص طبعاً. يلي عندهم الاصابه، وبعد فيها عم يكون في علاج شفائي تام له، وهل ممكن انه ترجع الحاله مره ثانيه؟ لا، العلاج طبعا نحن يشمل المميعات، يشمل ادويه الكوليسترول، نشمل ضبط الضغط مثل ما حكينا، ضبط السكري، تخفيف الاعراض الموجوده، تخفيف ستريس على المريض اللي عايشه، اللي بنحاول دائما نحن نقول للمريض لا تعصب، بيقول لك كيف ما بدي اعصب بهذا الجو، بس يعني بالنهايه نحن لازم نفضفض نلاقي حل الابسط لحتى ما كله نحبسه جوات نحبسه جواتنا ونأثر على شراييننا. العلاج عاده طبعا مثل ما حكينا ممكن يكون العلاج
تداخلي بالقسطره وتوسيع الشرايين اذا كان في تضيقات مهمه، او ممكن الاعراض الخناقه غير مستقر. العلاج الدوائي اللي بيشمل مجموعه من الادويه عن طريق مميعات، ادويه الشحوم، ادويه تحاصيلات بيتا لنريح عضله القلب، نضبط الضغط، نضبط السكري، هدول العوامل بتاخر لي الاصابات. وبالتالي نحن هلا يرجع المرض بالنهايه ممكن يرجع يصيب عنده حاله ثانيه وترجع على نفس. قد ايه فتره العلاج دكتور؟ فتره العلاج بالامراض القلبيه هي دائما. كونه انت عم تقول ممكن يرجع المرض، معناتها نحن مرقنا بمرحله يعني في مرضى حتى مع الادويه ممكن يصير عندي خناق مره ثانيه، لانه نحن بالنهايه في تضيق، في عامل مسبب. هذا التضيق ممكن على جهد، على ستريس يرجع يسكر، ممكن عندي تشنج الشرايين الاكليليه يعمل لي على المنطقه في عنده تضيق 30 40% بحياته العاديه مو مؤثر عليه، صار عنده ظرف اضافي فهو خدمه. وهي النقطة المهمة اللي ذكرتها دكتور، خصوصا أمراض القلب ممكن لحاله المريض سنتين ثلاثة أربعة بياخده بعدين بيوقفه. هذا هي المشكلة اللي بنعاني منها بأغلب مرضانا، أنه أنا منيح صرت منيح وقفت الدواء، أعطينا العلبة هذا الدواء دائم، خلصت العلبة ما برجع بشتري غيرها أنه أنا خلص خلصت العلبة. أنه نحن دائما بننبه مريضنا دواء القلب أو دواء الضغط أو دواء السكر هي أدوية دائمة. بمرضى الضغط أوكي أخذ دواء أسبوعين ثلاثة أربعة، ما يقيس ضغطه، ضغطه صار 11-12 منضبط بيقول لك انا ضغطي منيح ليش لاخذ دواء. هون المشكله نحن انه ادويه الضغط هي مانا تاثيرها تراكمي بالجسم، فخلال اسبوع زمان هو الدواء لسه ما انطرح من جسمه، فهو راح يلاقي الدواء ضغطه منيح. انا قسته ثلاث ايام اربع ايام ورا بعضهم ضغطي طبيعي ليش لاخذ دواء؟ بيجينا بعدين بضغط 18 او بمشكله ثانيه اللي هي اصابه قلبيه او اصابه وعائيه على مستوى الدماغ، شرايين دماغ نصف دماغي بضغط 18-20 نتيجه ايقاف الدواء. هاي الثقافة اللي عندنا اياها انه انا ما بدي اتعود على الدواء. المشكلة هي انه في ادوية، نحن في ادوية دائمة. اخذ دواء السكري صار سكري منيح، حست سكري ثلاث مرات طلع 90، وقفت الدواء. اذا سكري طبيعي ليش لاخذ دواء؟ هو السكر طبيعي مع المنظم او مع الدواء اللي عم ياخذه. بينما انه ما بدي اتعود على الدواء او ما بدي اخذه، هي ثقافة خاطئة عندنا بالمجتمع، والمشكلة بنعاني منها كثير وبتؤدي لمشاكل كثيرة. مريضنا بيجيني بهجمة ارتفاع ضغط شديدة، مثل ما قلت لك ممكن يتظاهر بإصابة عينية، ممكن يتظاهر بإصابة عصبية، نزف دماغي أو أي مشكلة نتيجة ترك الدواء. أو حتى دكتور أحيانا بنلاقي بعض الحالات بنشوف المريض بيقول لك إنه بس آخذ هذا الدواء مثلا بتعب زيادة أو بحس حالي همتي راحت، بتصير عندهم أعراض معينة فهو بيوقف تلقائيا الدواء، ما بيقول إنه مثلا هذا الدواء ما ناسبني أنا فيني استفيق يعني بدله بدواء ثاني. هي الحالة كمان قديش خطرة برأيك؟ هلا في خطورة كثير. هلا طبعا مثلا دواء الضغط، أي دواء ضغط بالنهاية الجسم ما يفوت له دواء جديد أو عنصر جديد، أول كم يوم راح يلاقي المريض شوية تبدلات بجسمه، راح يلاقي حاله ما أنا مرتاح، عم بحس بأعراض، مثل ما حكيت بيمسك العلبة بشيلها على جنب، أنا ما عاد آخذها. بيتعب بزيادة تماما. فنحن طبعا الدواء بده فترة لحتى الجسم يتأقلم معه. أي دواء ممكن نحن ما نبطئ ضربات القلب بحاصرات بيتا، عم نعمل ضبط للضغط بشيء ثاني، فهون الجسم راح ياخذ 3-4 أيام ليتأقلم مع هالموضوع. توقيفة الدواء لحاله هي مشكلة يعني في مرضى ثقافتهم طبية منيحة، أخي بدي أقول لك تليفون بيقول لك أنا أخذت هالدواء حسيت راسي وجعني اليوم. في بديل اليوم؟ أوكي طبعا في بدائل ممكن نستغني عنها، في أدوية لك بحاجة أسبوع زمان لحتى الجسم ياخذ عليها. فهم بنقول للمريض ما حسيت بصداع مثلا، موسعات الأوعية القلبية هي النترات، هي لتوسع الأوعية لتريح لتزيد ضخ الدم على القلب. من تأثيراتها الجانبية هي الصداع الشديد، بيصير عندي صداع لأنه مثل ما وسعت أوعية القلب ما توسع الأوعية اللي عم تغذي الدماغ، فبصير بشكل المريض من الصداع. أول كم يوم نحن بنعطي مريضنا النترات فهو راح يشكي من شوية صداع، صداع نابض من له المريض. هلا طبعا نحن واجبنا كطبيب انا نبهه انه ممكن اول يومين يكون عندك هالقصه، بناخذ حبتين ستامول بنريح امورنا، بيكون الوضع مرتاح، ثلاث ايام اربع ايام بيرجع الامور طبيعيه. في مرضى ما بترد لك، وكمان في اطباء ما بتنبه. طيب دكتور بس هيك في معلومه كثير نحن بنسمعها وحتى طبيا يعني كذا طبيب يعني صدفنا وسالنا نفس المعلومه وكان في اختلاف الاراء، فهاليوم حابين نعرف رايك. اسبرين 86 81 هذا المميع نحن بنعرف انه او بنسمع انه مفروض بس قطعت سن ال 40 مفروض كل يوم تاخذ حبه، يعني هو بيعمل وقايه من الجلطات، فانت شو رايك حكيم؟ هل المفروض ناخذه بلا استطبابات او لا؟ موضوع الاسبرين 81 مثل ما قلتي المتعارف عليه، نحن بناخذ حبه تمرين بعد ال 40 لحتى نوقي حالنا من الاصابات القلبيه. هلا هاي الفكره غلط. نحن طبعا الطبيب اقدر انه يقدر امتى نحن لازم ناخذ تمييع وقائي او نحن ما ناخذ.
طبعا بالنهاية الطبيب بيوازن خطورة الخسار، خلينا نسميها مع خطورة النزف. الأسبرين هو مميع، ممكن يعمل لي نزف بمكان تاني. إذا بدون استطباب طبعا في عوامل خطورة اللي حكينا عنها، الطبيب قادر أنه هو يوازن أنه إحنا هاي العوامل الخطورة مع هذا المريض مع وضعه مع قلبه، هو بحاجة تمييع ولا ما أنا بحاجة يعني تمييع. ما فينا ناخده. أما 40 صرت 40 سنة بتاني يوم 41 ويوم بلش أسبرين الصبح. لا ما هاي معلومة خاطئة، لأنه بالنهاية برجع بقول لك في عندي تأثيرات جانبية. أنا شائعة كثير هالمعلومة، شائعة كثير يعني. بتجي كثير بس طيب. مو كل مريض، مو كل شخص صار عمره 40 سنة لازم ياخذ أسبرين. طيب دكتور بالختام خلينا ناخذ نصائح سريعة من حضرتك أو أي نقطة بتحب تضوي عليها بما يخص هذا المرض أو أخطاء شائعة بتشوفها بطريقة العلاج أو حتى التشخيص. تفضل. النصائح اللي راح نقدمها مثل ما حكينا هي تعديل نمط الحياة بالنسبة للعوامل الخطورة، الرياضة اليومية، يعني الرياضة ما عم نقول نحن نروح سجل جيم وكل يوم أعمال، بس نحن نمشي على الأقل نص ساعة كل يوم. نوعية الأكل اللي عم ناخده ننتبه عليها، الشحوم، الدسم، اكتشاف الأمراض المزمنة بوقت معين، راجع الطبيب. نحن عندنا ضغط مجاني راسي، راجع الطبيب نضبط هذا الضغط على بكير قبل ما يعطيني المضاعفات الثانية اللي هي على مستوى الأوعية، مثل ما قلنا أوعية القلب، أوعية الدماغ، أوعية الكلية، الشرايين المحيطية، الأوعية المحيطية. في عندنا إصابات كثيرة نتيجة داء سكري غير مضبوط. التدخين حكينا أنه سبب أساسي بالأمراض القلبية، نحاول إقلاع عن التدخين، تحسين نمط الحياة. موضوع الدوائي هو مثل الالتزام بالأدوية شيء مهم، الالتزام بتعليمات الطبيب. الطبيب أقدر يعرف أنه هذا الدواء لازم ناخده شهر، ولا هذا الدواء لازم ناخده 6 شهور، ولا لازم ناخده. الثقافة المعتادة، جاري أخذ هذا الدواء أنا بأخده، جاري قال لي ما بيفيدك، رحت على الصيدلية قال له شو عاطيك يا الدكتور، هاي المشكلة اللي منعاني منها كتير، أنه ليش كاتب لك هذا الدواء، هذا ما بيفيدك. جار يا دكتور. نتشكر حضورك لليوم. أكيد بالنهاية الوقاية دائما هي بتكون بتختصر مسافة كتير من رحلة طبعا. العلاج إن كان على المريض أو كان على الطبيب. نتشكر حضورك لليوم. شكرا. الدكتور وسام دلول، شكرا وصباحك صحة على طول. صباحكم، شكرا لكم.